التلاوة الآن بعدما أن سمح بها فضيلة مولانا الشيخ حسن فتحي أسعد إلى فضيلة قارئنا المميز والذي تخرج من هذه الجامعة العريقة جامعة سيدنا الشيخ محمد أحمد شبيب، فضيلة قارئنا الشيخ محمود يوسف عطل القارئ والمقيم بضبيط مركز ومدينة ميت غمر، يتفضل مشكورا مهجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ
يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه وكل أتاه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Oh.
وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله. إنما هذه البلدة الذي
أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله وقل الحمد وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله هي أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام بعد أن بعث الله فيه الروح. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. قالها عدد من عباد الله فنزل الملك الموكل وقال اكتبوها لعبدي كما هي فإذا لقيني أجازيه بجلال وجهي وعظيم سلطاني. الحمد لله الذي شرف السعود بأشرف مولود عرفه الوجود والشرف به الآباء والجدود حملت به آمنة بنت وهب فلم تجد في حمله صلى الله عليه وسلم ثقلا ولا ألما ولا تعبا ووضعته صلى الله عليه وسلم في خلع الوقار والمهابة يجلى بنور ساطع كالشمس. إن نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أغنى وأغنى في رحاب الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا كنتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود يوسف عقل القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي والقارئ والمقيم بدمبيط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية
شاكرا ايضا الى السادة اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان، السادة القراء الاعلام الذين اتوا مشاركين في هذا الحفل الكريم. شاكرا ايضا الى فضيلة المبتهل الشيخ السيد رجب طنطاوي. شاكرا ايضا الى الاستاذ عادل عقل. شاكرا ايضا الى صاحب الادب والواجب في كل مكان الحاج زكريا الحوار. شاكرا ايضا الى فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. شاكرا ايضا الى فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم راشد. شاكرا ايضا الى فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب. شاكرا ايضا الى فضيلة القارئ الشيخ محمد ابو شميس. شاكرا ايضا الى السادة اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان الحاج رجب مزروع والحاج رضا مزروع السيد المقدم فوزي مزروع. أيها السادة، فاللقاء في انبهار يحضره أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي في هذه الأيام الطيبة المباركة في ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ميلاده شمسا أشرقت على الدنيا فأخرجتها من الظلمات إلى النور. مولد نور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم ذكريات في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سنته العطرة وآدابه الأفاضلة وأخلاقه الرابية. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور العبادة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.